محافظة أرخبيل سقطرة تجدد تمسكها بالشرعية وترفض تشكيلة المسلحة القادمة من خارج الأرخبيل. تجمع حاشد في العاصمة حديبو مدفوع بالقلق من الترتيبات التي تجري على قدم وساق لإنهاء نفوذ السلطة الشرعية بدعم من التحالف السعودي الإماراتي في هذا الأرخبيل المشاطئ للمحيط الهندي. على مدى الأشهر الماضية وتحت أنظار قوات الواجب السعودية 808 جرى السطو التدريجي والمدروس والممنهج على اللواء الأول مشابحري وعلى ترسانته من الأسلحة، وفي مواجهة غضبة الشارع السقطري جرى استقدام المئات من المقاتلين الانفصاليين بواسطة قوارب وفرتها الإمارات دعما للتمرد الذي قاده عسكريون مدعومون من ذات الدولة. واليوم وفي ظل صمت من جميع الأطراف إلا سكان الأرخبيل، بات الانقلاب على إرادة عشرات الآلاف من هؤلاء السكان قاب قوسين أو أدنى في ظل هجمة شرسة تتعرض لها المرجعية الاجتماعية العليا لأبناء سقطرى. الرسالة السياسية التي عبر عنها وجهاء سقطرى هي رفض إعلان الإدارة الذاتية للجنوب المعلنة من قبل المجلس الانتقالي والتمسك بشرعية الرئيس هادي وحكومته وبامتدادهما في الأرخبيل السلطة المحلية بقيادة المحافظ رمزي محروس. وقفة اليوم هو أولا رفضنا للحكم الذاتي المعلن من قبل المجلس الانتقالي، والمهم هو تأييد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. بيان التظاهرة شدد على ضرورة إخراج المجاميع المسلحة المستقدمة من خارج الجزيرة حفاظا على أمنها وطابعها السلمي وعدم جرها إلى أذون الصراعات التي أهلكت الحرث والنسل في المحافظات التي نشبت فيها الصراعات، في إشارة إلى المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي. اليوم نريد أن نوصل صوتنا إلى كل أنحاء العالم، لأن العاصمة حديبو بالتحديد العاصمة حديبو هي مع الشرعية ومع المحافظ رمزي أحمد سعيد محروس، هذا المحافظ الشرعي. وفي أماكن نائية من الأرخبيل تستمر الإمارات والسعودية في الدفع بالعناصر التخريبية وقياداتها وفي مقدمتهم رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي فرع سقطرى لتبني مطالب المجلس التي تتعارض تماماً مع مبرر وجود القوات السعودية في هذا الأرخبيل وفي غيره من الأراضي اليمنية، في وقت تتكشف فيه للعيان مرجعية هذه القيادات اللصيقة بالتيارات الدينية المتشددة المدعومة من الرياض. تظاهرات سقطرى المنددة بالتدابير الانقلابية والمؤيدة للسلطة الشرعية رسالة كاشفة للمخططات التي يديرها التحالف ويمضي قدما في تنفيذها لتكريس وقائع جديدة على الأرض، ومحصلتها النهائية تقويض للشرعية التي يقنع هذا التحالف العالم بأنه جاء لدعمها ضدا على انقلاب الحوثيين الذي بات اليوم مجرد نسخة قديمة من انقلابات أحدث نفذت وتنفذ بأحدث ما جلبه التحالف من أسلحة ومكر وخداع.